إذن الآن يوارى الشهداء الثمانية الثرى في مقبرة بلدة عقربة بعد أداء الصلاة عليهم صلاة الجنازة، وبعد الآن أيضا إطلاق 21 طلقة من قوات الأمن الوطني في وداع الشبان الثمانية. هنا كما تشاهدون آلاف المواطنين من عقربة ومن كل البلدات والقرى المحيطة بها ومن محافظة نابلس إضافة إلى مختلف المحافظات. هناك حضور رسمي، عدد من الوزراء، وزير الداخلية زياد هب الريح، إضافة إلى وزير العمل وأعضاء وقيادات فلسطينية أخرى. إذن الشهداء الثمانية سيتم واراتهم الثرى إلى جانب بعضهم البعض، كانوا معا في حياتهم وسيبقوا معا أيضا بعد مماتهم، بانتظار مواراة بقية الفتية الثرى. وكما تشاهدون الآلاف من المواطنين متواجدون بشكل كبير جدا في مقبرة بلدة عقربة. الآن آباء الشهداء يودعونهم. لا شك أنه مشهد مهيب، حالة من الحزن الشديدة جدا على هذا المصاب الجلل وهذه الفاجعة. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن حالة إنسانية بالدرجة الأولى. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تحدث قبل قليل وقدم التعازي باسمه وباسم القيادة الفلسطينية إلى ذوي الضحايا. إذن في هذه الأثناء تتواصل عملية تشييع جثمان الفتية الثمانية، ويتم في هذه الدقائق مواراتهم الثرى في ثمانية قبور وضعت إلى جانب بعضها البعض. كان هناك مشاركة مهيبة، هناك عشرات الآلاف من المواطنين الذين جاءوا إلى عقربة جنوب نابلس من مختلف المحافظات الفلسطينية، وبحضور أيضا رسمي من أعلى المستويات. وبعد صلاة الغائب عليهم ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة مقتضبة، تقدم بالتعازي لذوي الضحايا ولأبناء عقربة على هذا المصاب الجلل، وبعد ذلك وبجنازة عسكرية شاركت بها قوات الأمن الوطني حملوا على الأكتاف، وأطلقت 21 طلقة تحية لهم. وفي هذه الدقائق يتم مواراتهم الثرى. لا شك أن هذه الحادثة تلقي بظلالها على كثير من الأمور التي تتعلق أولا بحماية الطفولة والالتزام بقوانين السير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة. اللحظة الأخيرة لهم بيننا، ولكن ستبقى ذكراهم بإذن الله.